معنا النهارده قصه لطالبه وهي بسمه شوقي قدرت ان هي تحصل على المركز الاول في التعليم الفني الصناعي، ده بالرغم من التحديات الكبيره اللي واجهتها في مشوارها التعليمي. اضطرت انها تشتغل عشان تساعد اسرتها في تدبير مصاريف المدرسه، يمكن ده تحدي كبير قوي يا مصطفى، مش اي طالب بيقدر ان هو يتخطاه. كمان في قصه تعليم الفن الصناعي، يعني نسمع ان التعليم الصناعي ودبلوم الصنايع مرتبط اكتر بالولاد، لكن انك تسمع ان بنت قدرت ان هي هتبقى الأولى أكيد في قصة وراها. بسمة النهاردة بتجني ثمار مجهود سنوات طويلة وتعب طوال السنين اللي فاتت. كمان أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي قرر أنه يقدم لها منحة دراسية كاملة تغطي مصروفاتها الدراسية خلال فترة دراستها الجامعية لحد استكمال الدراسات العليا وصولا لدرجة الدكتوراه. أعتقد ده خبر كمان مش يسعدنا بس، ده يسعد كل اللي بيشتغلوا أو اللي بيدرسوا حتى في مجالات مختلفة في التعليم الفني الصناعي. تعالوا نتعرف على حكاية بسمة ونشوف حكاية المنحة ونرجع نكمل فقرتنا معكم. قصة كفاح عاشتها الطالبة بسمة شوقي أبو زيد التي حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلوم الفني الصناعي. بدأت رحلتها مع تحمل المسؤولية والعمل من أجل مساندة أسرتها وتوفير مصاريف دراستها منذ أن كانت في الصف الرابع الابتدائي. الطالبة بسمة شوقي داومت على العمل داخل أحد محال البقالة في قريتها أشليمة التي تعيش بها مع أسرتها بمحافظة البحيرة، وكانت كلية الهندسة شعاع الضوء الذي تراه الطالبة بسمة، وكانت دافعاً لها لتحمل أي أعباء من أجل أن تلتحق بالكلية، حتى إنها تفوقت في جميع مراحلها التعليمية وحصلت على مجموع 275 من 280 درجة في الشهادة الإعدادية، إلا أنها قررت الالتحاق بالتعليم الفني لعدم الضغط المادي على أسرتها. بسمة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلوم الفني الصناعي بمجموع 99%، واكتملت الفرحة بعد أن أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني الطالبة بسمة شوقي وإهدائها منحة دراسية كاملة تغطي كافة المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولاً لدرجة الدكتوراه. المركز الإعلامي للتحالف أكد أن رعاية الطالبة يأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.